أنا زير ملكي، عمري 32 عام، ماشي 33. عادي 7 سنين نخدم في الميديا في تونس. بديت في الراديو، راديو اسمها إكسبرس أف أم، اليوم في راديو اسمها إي أف أم، كي هي لا دوزيام راديو دون بيي. أبخي أن باركور أكاديميك كي توتالمون ديفيرون، اللي هو أش أو سي أو ماركتينغ. الحكايه بدات في قروين، خاطر انا اوريجينير من قروين. من بعد خديت البكالوريا، تعديت لي اش او سي، وين عملت ان ديبلوم ماركتينغ. و جيتي توجور فاسيني بار لي ميديا. في قروين ما فماش بوكو دو بوسيبيليتي دو ديفيرتيسمون. الغادي تنجم تحل عينيك عطا ترا دي زيميسيون من امريكا، من فرنسا، من قاع اخرين. تعرف كي دوتر اوبورتونيتي دون لو موند، مو جوست وين انت عشت ولا وين انت تربيت، فما حاجات اخرين، يا دوتر بوسيبيليتي. Donc c'était toujours quelque chose d'ancré en moi. J'ai fait un parcours académique classique. تنجح في البكالوريا بموين باهي، تمشي تعمل ايكول باهية اللي هي HEC، وتلقى روحك من بعد في غاتخابي باغ لا باسيون، غاتخابي زادة بالصدف الباهية وبالريزو الباهي، من غير ما تعرف اللي تعمل في ريزو. أما وقت اللي تحكي على الباسيون بتاعك للناس اللي هما دايرين بيك، يوما ما ينجم يجيك تليفون كيما اللي جاني أنا. عند أون أمي في الفاكولتي اللي كلمتني قالت لي زينب تحكي ياسر شنو وراي، جيت عندي كاستيك في الغاديو. ما في بروفيسيونيل بدات على بكري وانا نقرا، دونك وانا نقرا دخلت في ان سونتر دابيل. برشا ناس يديميغرو سو ميتيي، مي انا جي توت ابخي الغادي لو كونتاكت كليون. جي لا شونس دانتيغري اون غروس بواط لي اسمها اس بي جي، اللي الافي فرع تاع يمكن بريز اون كونتاكت لو سونتر دو كونتاكت تاعها ادونسيان. بعد الفاكولتي ديريكتومون بقيت روحي في اكسبريس اف ام، لا راديو ايكونوميك دو لا بلاس، و جي توت ابري سور لي ميديا. تلقى روحك مع كبار كيما نجوى رحبي كيما كريم بن عمر، تتعلم منهم برشا حاجات. ومن بعد 5 سنين بقيت روحي في تاب جديده، باسكو ما ابلي في راديو اي اف ام بوغ اتر ديريكتريس دونتين 29 ans. دونك نلقى روحي جو سوي ريسبونسابل دو 50 بيرسون، اي جو دوا اتابلير اون غري. اي جيتي الحقيقه très touchée par la confiance نتاع les patrons تاعي، على خاطر حسيتهم راهو فيا حاجه انا يمكن مريتهاش. 2 ans et demi riche en expérience، اللي عملنا فيهم برشا حاجات. لي ميديا سي سا، انفورمي كوم شي اكسبريس اي ديفيرتير كوم شي اي اف ام. علاش انا؟ انا على خاطر الاخرين، على خاطر فما حاجه كي تري 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 بروفوند ان موا، اللي لازمك تحب الغير كيما تحب نفسك. باش العباد الكل شيرش ايتر هو اون فيت، في الخدمه في الحياه نتاعهم يشيرش انهم يكونوا فرحانين. علاش انا؟ ظهرلي خاطر ديما تعلمت اني نعاون الناس الاخرين من غير ما نشعر، قاعده نتعلم منهم برشا حاجات. دونك جي فولي دون مانيير تري تري رابيد. وفي علاش انا خاطر الاخرين؟ على خاطر زاده سي كوم سا كو تو كونتينيو ا اكزيستي. كان ما تعطيش من الحاجات اللي انت تعلمتهم للعباد الاخرين، تو فيك شطر حياه، ما تعيش حياة كاملة. هذاك علاش أنا مش لخرين. أنا شنو نحلم من تونس؟ نحلم أنه البلاد هذية يولي يطبق فيها القانون على عباد الكل. نحلم أنه البلاد هذية يولي فيها احترام بين الناس الكل. نحلم أنه البلاد هذي تولي أنظف، تولي خير، تولي أحلى، والعباد فيها يولي أسعد. نحلم من تونس.